يجب أن توقف أرطغرل أمير سعد الدين. إن وصل إلى السلطان كل شيء سوف ينتهي. حتى الآن سعيت خلف الكثير من الوظائف والمصائب أرطغرل. أمي، ماذا إن حدث شيء لحفصة أو لصغير يا أمي؟ اهدأ قليلا يا ولدي، لن يحدث لهما شيء، ستتحسن بإذن الله بني. لو لم تدخل السيدة مهبري إلى مجلس السلطان لأنهى السلطان أمر سعد الدين هناك. السيدة مهبري علمت من السلطان من سيكون ولي عهده، وتريد أيضا إنقاذ سعد الدين ليكون معها. أركان الدولة المخلصة لك ستأتي أمامك سلطان مهبري. رائع، ثقتي بالجميع تامة، لكن يجب التأكد من إخلاصهم. ألتون آبا، لقد افتخرت بك وبأخيك كيلج أرسلان دائما. إرادتك ورغبتك بأن تكون معي في هذه الحملة ورؤيتك في الدرع أسعدتني بني. سحبت محاربيك من سوق الخان، ما الذي تنوي فعله الآن؟ لقد تشاورت مع السادة، سنترك هذه الأرض، لقد أجمعنا على هذا القرار. لن أترك هذا دون عقاب. لقد انقلب كل شيء، كل هذا بسبب حماقتك وبسبب وقوعك في يدي تورغوت. ما هذا تيتان؟ هل نسيت من أكون؟ أنا ابن حاكم بلاجيك. أنت ابن حاكم بلاجيك؟ حتى لو كنت ابن الإمبراطور لا يهمني، أنت في نظري مجرد فارس أحمق مغرور. ماذا تفعل تيتان؟ أبعد هذا الخنجر. يا محاربي الأبطال، أخبروني ماذا نفعل بفارس لم يستطع مواجهة رجل تركي واحد. اقتل 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 اقتل. اقتل تيتان، توقف عن هذا، لا تفعلها تيتان. اقتل 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 اقتل. سيدي، لدي خبر مهم. ليذهب خبرك الى جهنم. بامسي سيدي، بامسي قتل تورغوت. ماريا رأته بعيني. تورغوت سحب محاربيه من السوق والقلعة وقسم محاربي الكاي بين السوق والقلعة، لهذا السبب بامسي تشاجر مع تورغوت وقتله. ها قد بدأ الأتراك يقتلون بعضهم البعض، هذه فرصة لا تعوض بالنسبة لنا. لنترك شجارنا مع بعضنا ونستغل هذه الفرصة تيتان. تورغوت سحب محاربيه من السوق والقلعة، وقبيلة الكاي وزعت محاربيها. إذن فالسوق حمايته ضعيفة. استعدوا أيها الأبطال، سنذهب صباحا ونهدم سوق الخان. هيا خذوهم إلى الداخل. أنت تنتظر هنا سيد أرطغرل. لماذا قام السلطان باعتقالنا عزيز؟
وزيرنا شمس الدين آلتون آبا أرسل رسالة إلى السلطان تقول إنك قتلت جوك توغ معاون الأمير. صحيح، قتلته لأنه قام بالغدر وحاول أن يقتل أحمد. نية الأمير سعد الدين كانت الانتقام من أحمد لأنه قال الحقيقة، وأنا قمت باللازم. وزيرنا يقول بأنك قتلت الأمير سعد الدين وأخفيت جثته، وأنك الآن تحاول اللحاق بالسلطان حتى تقتله. كذب، افتراء. لم أقتل الأمير سعد الدين، وليس في نيتي أن أقتل سلطاننا أبدا، بل بالعكس، نحن ذاهبون لإنقاذ حياة سلطاننا. ما قصدك سيد أرطغرل؟ إن حياة سلطاننا في خطر يا عزيز، إن لم نصل بسرعة فسوف يقتلونا. باعتقالك لنا أصبح عملهم أسهل له. إن مهمتي هي اعتقالك وأخذك لكي تقابل السلطان، وهو من سيحكم عليك. لقد غطوا عيون سلطاننا بالافتراءات. الذين يريدون قتل سلطاننا هم الأمير سعد الدين والسلطانة مهبري. أتعلم ما الذي تقوله سيد أرطغرل؟ أعلم عزيز، أعلم، أعلم هذا جيدا. وعندما تأخذنا إلى السلطان سيعلم أيضا. أغلقوا الأبواب. وقعت في بلاء كبير سيد أرطغرل، عملك صعب، يجب أن نتخلص من هذه الحبال بسرعة. سأقابل جلالة السلطان غدا، أرجو ألا يكون الوقت قد تأخر. لماذا تقول هذا؟ لابد أن هناك سببا ليكتب آلتون آبا هذه الأكاذيب لسلطاننا. لقد أبعدوا عنه عزيز وأظهروني بصورة مذنب، ونحن استسلمنا كالأطفال لهم. لابد أنهم سيمنعون وصولنا للسلطان بطريقة ما، لهذا يجب أن نتخلص من الحبال. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله ساعدنا يا رب العالمين، احفظ لي زوجتي حفصة وولدي، اشفهم في أقرب وقت يا ربي. يا رب أبقنا على طريق الحق وأبعدنا عن الخطأ، اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين.
ارحمنا برحمتك. اللهم اجعل من أوراق الوردة هذه شفاء لابنتنا حفصة وأعدها إلينا سالمة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شافي يا معافي يا شافي. وإذا مرضت فهو يشفين، صدق الله العظيم. وإذا مرضت فهو يشفين، صدق الله العظيم. وإذا مرضت فهو يشفين، صدق الله العظيم. أزل عبء ابنتنا حفصة عنها واشفها وعافها يا رب. أحضرت لك الطعام سيد أرتوك. لا شهية لدي ماريا، سلمت. لم تأكل شيئا منذ الصباح سيدي، أنت تهلك نفسك وروحك. أنا قلقة على صحتك سيدي. لقد عشنا كثيرا من المشاكل من قبل، لكن لم نكن نتخاصم أبدا. أخوة تورغوت وبامسي لم تكن لتزول حتى لو هدم أحدهم الدنيا على رأس الآخر. كيف وصل إلى هذا الحال لم أفهم حتى الآن. أنت رجل قد رأى الكثير سيد أرتوك، وتعرف جيدا كيف ستتخطى هذه الأيام الصعبة. ما حدث حدث، يجب أن تنظر الآن إلى مستقبلك ونفسك. تقولين الصواب، سنتخطى هذه المحنة، لكن لا أعرف كيف سأخبر السيد أرطغرل بهذا الأمر. عندما ذهب السيد أرطغرل كلف تورغوت وكلفني وكلف بامسي بوظيفة. الآن تورغوت مات وبامسي في الزنزانة، لا أعرف ماذا أفعل في هذا الوضع. أنت لست وحدك سيدي، سأكون بجانبك دائما. نحن سنتجاوز هذه الأيام الصعبة معا. أدامك الله ماريا، أدامك الله. أتسمح لي سيد أرتوك؟ تفضل.
اتخذنا التدابير اللازمة. اذهب وأبلغ السيدة هيمة ونساء تورغوت وبامسي هذا الخبر. سنأخذ جثة السيد تورغوت إلى القبيلة غدا. تحت أمرك سيد أرتوك. سيد أرطغرل، تقول بأنك قلق على السلطان، وأنا أيضاً قلق عليه. إذن دعنا نصل إلى سلطاننا بسرعة. سيد أرطغرل، لا تفتعل أي مشاكل. عزيز، لن يسمحوا لا بوصولي أنا ولا بوصولك أنت إلى السلطان. إن لم نتحد وننقذ روح سلطاننا سوف يقتلونه ثم يقتلونه. وظيفتي هي أخذك سالماً إلى السلطان. سأتخذ التدابير اللازمة سيد أرطغرل. أيها الجند، جهزوا الخيول، سننطلق عند الشروق. تكلم. وصل عزيز وأرطغرل إلى الخان. أرطغرل ومحاربوه مقيدون. ممتاز، عملنا سيكون سهلا، لن يخرجوا من هناك أحياء. هيا سنذهب إلى الخان. قسم منكم سينتظرون مع أنجلوس خارج السوق، والقسم الآخر سيتسلل معي في عربة إلى السوق. سنهاجم من الداخل والخارج، ليذهب أولا من تنكروا بلباس التجار. هيا. عندما أبدأ الهجوم من الداخل ستهاجمون من الخارج. لا تفسد هذا الأمر أيضاً. لا تضغط علي تيتان، لن أخطئ مجدداً. هذه المرة سنقتلهم. إن لم يحدث هذا سأرسل رأسك إلى والدك. استعدوا سندخل. استعدوا. كيف كنا سنعرف أن هذا سيحدث أمي؟ أقسم إنه لم تكن لدينا مشكلة معكم، لكننا أردنا أن يكون لكل منا نظامه. ابنتي، نعرف أن نيتكم لم تكن سيئة، لا تهلكي نفسك بالله. ما حدث قد حدث، ليس في وسعنا شيء الآن سوى الدعاء والتوكل على الله. لماذا لم يأتي تورغوت وبامسي؟
ذهبا معا وتأخرا؟ ربما ذهبا خلف المأفون المدعو تيتان. أدعو الله أن ينتهي شجارهما، وأدعو الله أن يشفي ابنتنا حفصة. ادعي لهم يا ابنتي. إن شاء الله. كيف حال ابنتنا شيخي؟ فعلت ما بوسعي من أجل ابنتنا حفصة. ما يحدث بعد الآن هو تقدير الله، وأنتم لا تحرموها من الدعاء بالشفاء. ليشفي الله ابنتي باسمه الشافي المعافي إن شاء الله. آمين. آمين. عافي ابنتنا واشفيها يا رب. أتسمحين لي أم هيمة؟ أسمح، تعال. أرسلني السيد أرتوك أم هيمة، لدي خبر مهم لكما. وقعوا في هم أنفسهم ونسوا حماية السوق. سيكون هذا سهلا. سنهاجم عندما نصل إلى باب الخان. هاجموهم بكل قوتكم. سيد أرطغرل، لقد حان الوقت لنذهب. عزيز، اترك سيفك واستسلم. كلاب من تكونون أنتم؟ ما هذه الوقاحة؟ إنهم كلاب الخونة. نحن لن نستسلم لكم، ولن نسلم دولتنا العلية لسيدكم. سيد أرطغرل، كنت محقا. اقتلوهم جميعا. هيا. Yeah!
الثياب. أرجوك تحمل يا أخي، سأنقذك، تحمل، تحمل. أخي، لقد حان وقت موتي. أنا لن أتركك يا أحمد، لن أتركك، تحمل. لا داعي لأن تحزن من أجلي، فأنا حصلت على أجمل نصيب من الموت أرطغرل. قدمت روحي من أجل صديقي الذي كان وسيلة لهدايتي. اذهب أنت وافعل ما يلزم، أنقذ السلطان. أنا لن أتركك. احموا انفسكم من السهام، تراجعوا، تراجعوا الى الخان، الجميع الى الداخل، الجميع الى الداخل، هيا تراجعوا الى الداخل. سنذهب، حان وقت الهجوم. هاشمو
هاجموا! حسبنا الله! حسبنا الله! هاجموا يا أبطال! ارووا سيوفكم من دماء أعدائكم! هذا فخ! يا الله! بسم الله! لا تتركوا أحدا منهم حياً! هاجموا! تراجعوا! انسحبوا! هيا. انسحبوا! حسبنا الله! حسبنا الله! يا الله! هاجموا! هيا! حسبنا الله! كيف وقعنا في فخهم؟ ماذا سنفعل الآن؟ من هنا بامسي سوف ترى الآن وبال خطف الأطفال وخطف النساء. لم يعد لديك مهرب من الآن. حان الوقت لتنال العقاب على ما فعلته. انتهى الأمر إذن؟ بل الأمر سيبدأ الآن وسيكون أمرا داميا. يا أبطال هاجموا! حسبنا الله! توقفوا! توقفوا!
تخطف زوجتي إذن، وطفلي، تخطف طفلي أيضا. لن أقتلك قبل أن تئن ألما، لن أقتلك قبل أن تئن.